الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم تقديم الإمام لغيره في بعض الأحيان إذا كان أجمل منه صوتا أو أداء أو حفظا؟ الحمد لله، لا بأس بذلك إن شاء الله، ولا يعتبر هذا من الإخلال بأمانة الوظيفة في الإمامة، لأن العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر. فإذا كان إمام المسجد يصلي بهذا المسجد كل الأوقات، إلا أنه يقدم أحيانا بعض الحفاظ لجمال صوته أو لقوة حفظه من باب تعظيم كتاب الله عز وجل ومن باب تقديم الأقرأ، ولا يكون هذا في كل الصلوات، وإنما في بعضها، وهي حالات نادرة قليلة ليست بالكثيرة ولا تكتسب وصف الديمومة والاستمرار. فأنا لا أرى في ذلك حرجا إن شاء الله تعالى، لا سيما وأن الإمام قد يعرض له أحيانا نوم يخشى من الصلاة الإمامة معه عدم كمال الخشوع، أو يكون ثمة عذر في صوته أو نحو ذلك، فيقدم غيره من الحفاظ أصحاب الصوت الجميل ليصلوا بالناس هذه الفريضة فقط. فهذا ليس فيه محظور شرعي ولا مخالفة نظامية، والله أعلم.